دلوقتي هنكمل مع بعض ونشوف ايه المفروض بيكون ايه التسوية التانية. خلصنا تسوية الخزينة وعرفنا بنعمل معاها ايه. طب تعالى نشوف تسوية كشف حساب البنك. هو ايه تسوية كشف حساب البنك؟ اي شركة من الشركات، اي منشأة عندي بتبقى ليها حساب في البنك، تمام. طب بيحصل ايه؟ بيحصل ان الحساب في البنك، تمام، البنك ايا كان، البنك، بنك الاهلي، بنك مصر، اي بنك من البنوك، بيجي في نهاية كل فترة، كل شهر او كل 3 شهور او كل 6 شهور، بيبعت لي كشف حساب يقول لي تمام انت شركة حسابك كام. طيب، وانا كمان كشركة بعمل عندي حساب البنك، بسوي حساب استاذ البنك عندي، يقول انا ليا في البنك قد ايه. يبقى اصبح عندي حاجتين، في طرفين، انا كمنشأة بعمل حساب البنك ليه رصيد، وفي نفس الوقت البنك، منشأة البنك بنوعه اي بنك من البنوك، بيعمل لي كشف حساب. الطبيعي ان الحسابين دول يتطابقوا مع بعض. يعني لما اقول انا ليا في البنك 10,000، البنك يقول لي انت ليك 10,000. بس اللي بيحصل، تمام، ان في فروق، الفروق دي محتاجة انها تتسوى. تتسوى ازاي؟ قال لي ده في حاجات بتبقى ايداعات تمت ما اتضافتش سواء عند البنك، تمام. يعني ايه ايداعات تمت عند البنك ما اتضافتش؟ يعني انا بعمل ايداع النهارده الساعة اخر يوم في الشهر الساعة 2 او الساعة 5 قبل ما يقفل البنك على طول. طيب الايداعات اللي بتتم مش حق نفس اليوم، حق اليوم مثلا لو انا يوم خميس هيبقى حق يوم الحد. طيب ونهاية الشهر في يوم الجمعة. اصبح عندي الايداع ده انا كمنشأة اضافته في حسابي ان انا عملت ايداع في البنك، لكن البنك لما يطبع لي كشف الحساب الايداع ده مش هيظهر عنده. ليه؟ لان انت عملته يوم 30 مثلا يناير، والشهر يوم 30 يناير ده، ولا 31 يناير كان يوم خميس، واول يوم في شهر فبراير يوم جمعة، وبالتالي الايداع ده مش هيظهر الا يوم الحد، اول يوم عمل في البنك. اصبح عندي الايداع ده انا اثبته كمنشأة، لكن البنك ما اثبتهوش، تمام. ادي مثال، البنك ضاف لي فايده انا ما اعرفهاش، ما اعرفش هيضيف لي فايده كام. يبقى برضو البنك هيضيف فلوس انا مش هعرف. البنك حمل لي مصروفات فتح اعتماد انا ما اعرفهاش، هيقولها لي، وبالتالي في عمليات هيبقى البنك عملها انا ما عنديش علم بيها، وعمليات انا عملتها البنك ما عندوش علم بيها، تمام. هو ده اللي بيخلي فيه فروق، في اختلاف بين رصيد كشف الحساب الظاهر في دفاتر المنشأة. عشان كده اقول لك ايه، تمام، تقوم البنوك في نهاية كل فترة او كل شهر بإرسال كشف تفصيلي يوضح المعاملات التي تمت خلال الشهر، ويوضح هذا الكشف ايه، الرصيد في الاول، الايداعات، المبالغ المرسومة، والرصيد في نهاية الشهر. لكن في النهاية زي ما بقول لك في اختلاف بين الاتنين، الاختلاف ده هنشوفه بقى في الرسالات اللي جاية ايه بالظبط، ويكون بنعمل ايه ونسويه ازاي. هنشوف اسباب الاختلاف. قال لي عندي 4 حالات لاسباب الاختلاف. الاختلاف بين رصيد البنك بدفاتر المنشاه ورصيد المنشاه بدفاتر البنك. واحد، اول حاله من الحالات، شيكات مسحوبه لم تقدم للتحصيل. يعني ايه شيكات مسحوبه؟ يعني انا جيت مثلا انا كمنشاه، تمام، واحد من الموردين ورد لي بضاعه ب 10,000 جنيه، رحت محرر له شيك، خد الشيك وما راحش يصرفه. انا اعتبرت ان مجرد ما انا حررت الشيك، سحبت الشيك، تمام، ان الشيك اتخصم من حسابي. يبقى هنا انا كمنشأة اعتبرت ان الشيك اتخصم، قلت ايه؟ قلت من حساب الموردين الى حساب البنك، خلاص الشيك اتخصم، تمام. هو ما راحش صرف الشيك، يبقى انا هيظهر عندي ان رصيد البنك مخصوم منه 10,000، لكن المورد ما راحش، سافر، هيروح بعد يومين ثلاثة، قال لك هركنه اليوم تاني، تمام. يبقى هنا في شيكات مسحوبة انا كمنشأة سحبتها، تمام، لاحد الموردين، ما راحش المورد ده يصرفها، ما اتخصمتش من حسابي لسه. طب ادي حاجه. طيب انا القيد عملته ولا ما عملتوش؟ قيد الصرف ده عملته ولا لا؟ عملت، يبقى مش المفروض هعمل حاجه، يبقى لا يتم اجراء قيد ايه؟ يومي. طيب في نفس الوقت العمليه الثانيه، النوع الثاني، ايداعات غير مدرجه بكشف الحساب. طب يعني ايه ايداعات غير مدرجه بكشف الحساب؟ يعني انا دلوقتي، تمام، حطيت زي ما بقول لك من شويه، حطيت مبالغ في كشف الحساب في حسابي في اخر يوم في الشهر، هتبقى حق اليوم التالي او حق اول يوم عمل، تمام، مش هيظهر في كشف الحساب لانها ما لحقتش تتضاف في اخر يوم في الشهر، وبالتالي مش هتتضاف عندي. طب انا عملت القيد الايداع، اه،
عملت قيد الإيداع، طب يبقى مش هعمل قيد تاني. هنكمل مع بعض الأسباب الاختلاف بين رصيد البنك بدفاتر المنشأة ورصيد المنشأة بدفاتر البنك. تمام، هيبتدي يقول لك ايه، البنك حسب عليها مصروفات، مصروفات فتح ائتمان، عمولة، تمام، فوائد مدينة، فوائد مدينة بالنسبة لي، لكن بالنسبة للبنك هي فوائد دائنة لأنها إيراد. تمام، كلها مصروفات أو فوائد أو عمولة هتتخصم من حسابي. طب البنك أيدها خصمها مني أنا كمنشأة، تمام، ايدت القيد ده؟ لا معرفهوش، يبقى لسه ما عنديش علم بيه، يبقى لازم اثبته، وبالتالي هعمل قيد يومي. مصروف مدين يبقى اقول ايه، من حساب المصروف، والبنك ينقص يبقى اقول الى حساب الايه، البنك. طيب ايه كمان، اذاعات مدرجه، كنت مسلم كمبياله تتحصل لسه ميعادها في شهر 4، الراجل جاله فلوس راح ادينا وانا سايب الكمبياله عند البنك للتحصيل برسم التحصيل، راح رايح للبنك وراح مسدد فلوسها، سدد الكمبيالة اللي عليه. تمام، اصبح هنا البنك حصل اوراق قبض انا ما اعرفهاش. تمام، طب هنا في الحاله دي هعمل ايه، عمليه انا ما اثبتهاش، ما عنديش علم بيها، اي عمليه، قاعده اساسيه، اي عمليه المنشاه ما تعرفش بيها، البنك عملها والمنشاه ما عندهاش علم بيها، لازم المنشاه تثبتها. يبقى لازم تثبتها يعني تعمل ايه، لازم يتم اجراء قيد يوميه عشان اكون انا بعملها صح. يبقى قاعدة يا أولاد، قاعدة تاني بقولها، أي عملية البنك يعملها في كشف الحساب المنشأة ما عندهاش علم بيها لازم يتم إثباتها. يبقى لازم يتم إثباتها يعني إيه؟ يعني هضيفها، تمام؟ هضيفها في قيد يومية، لو هو مصروف هخصمه، هقول من حساب المصروف إلى حساب البنك، لو هو إيراد هحصله، هقول من حساب البنك إلى حساب مثلا أوراق قبض برسم التحصيل أو كذا. طيب بالنسبة لدي الحالة الرابعة لسه شارحينها مع السلايد اللي فاتت، خاصة بإن إيه، لو في أوراق قبض برسم التحصيل بتتحصل. طبعا البنك بيعمل أي عملية لازم ليه عمولة، مش هيعملها لي عشان خاطر أنا عايز كده، وبالتالي هياخد مصروفات، فالبنك هيضيف مثلا لو الورقة ب 3000 جنيه، هياخد عمولة مصاريف تحصيل 50، يبقى هيضيف لي كام؟ 2950، حسابي في البنك زاد ولا نقص؟ زاد، فهيبقى بديل. بقول مين مذكورين، البنك ب 2950 والمصروفات التحصيل لانها مصروفات بالنسبه لي 50، واقفل حساب اوراق التجاريه لان ما عادش عندي موجوده، خلاص هي اتحصلت. تعالى كده مع بعض نشوف مثال صاد 62 بيقول لي ايه، في نهايه شهر مارس 2014 ورد كشف حساب البنك الاهلي الخاص بمنشاه الرواد الذي يبين ما يلي، الذي تبين منه ما يلي. تمام، كان الرصيد في 31/3 من واقع كشف الحساب. كشف الحساب مين اللي بيعمله يا اولاد؟ لازم تقول انت مالك، كشف الحساب اللي بيعمل لي كشف الحساب البنك، يبقى ده من وجهة نظر البنك الاهلي. طيب، في حين كان الرصيد من واقع حساب البنك، حساب البنك عندي مين؟ عندي انا كمنشأة في دفاتر المنشأة، يبقى مين اللي بيعمل حساب البنك؟ انا المنشأة. طب مين اللي هيجيب لي كشف الحساب؟ البنك الاهلي. تمام، كان الرصيد من واقع حساب البنك في دفاتر المنشأة كام؟ 3900. خلي بالك السؤال في المحاسبة مش بقراه، أنا مش بقراه عشان عايز أتعلم القراية، أنا بقراه عشان أنا لازم أفهم الحالة اللي قدامي، لأن فهمي للسؤال بيخلي قيود اليومية بالنسبة لي تبقى واضحة. تمام، لازم أقرأ السؤال بتركيز، كل كلمة بتتقال ليها معنى، لأن المعنى يبقى هيكون ليه قيد أو ما يكونش ليه قيد، يبقى أنا لازم فاهم بالظبط طبيعة العملية اللي بتتم إيه عشان أقدر أقول إن أنا بحل صح من غير ما أغلط. طيب العملية الثانية، قامت المنشأة بإيداع مبلغ 2400 جنيه بتاريخ 31/3، إيداع 31/3، قال ده 31/3 ده آخر يوم في الشهر بعد مواعيد العمل بالبنك، إلى أن المبلغ المودع لم يظهر بكشف حساب. ده طبيعي لأن إحنا قلنا البنك بيضيف المبلغ حق اليوم، أول يوم عمل تاني، تمام، وبالتالي مش هيطلع عنده في كشف الحساب. طب نكمل التمرين، كمل التمرين، الاقي بيقول لي ايه، تمام، ارفق البنك بكشف الحساب اشعار اضافه. الاضافه ده اضافه، اضافه يعني اضافه لحسابي، يعني اضاف لي ايداعات، اضافه يفيد بان البنك قد قام بتحصيل كمبياله. طب البنك تاني عشان نربط الشرح بقى، البنك اضاف ايداعات ليا، يبقى انا عندي علم بيها ولا معرفهاش؟
ده هو اضاف ايداعات تمام في 5/3، وتم اضافه صافي قيمتها البالغه 1900 جنيه وذلك بعد خصم 100 جنيه كمصاريف تحصيل، ولكن المنشاه لم تسجل هذا الاشعار بالدفاتير. يعني اشعار ما بعتهوليش، من 5/3 من اول الشهر بس هو ما بعتهوليش، وانا كمنشاه ما اعرفش. طالما ما اعرفش يبقى لازم العمليه دي لما اعملها اعمل فيها ايه؟ اثبتها. اثبتها يعني اعمل ايه؟ اعمل قيد يوميه، قيد يوميه يوضح لي مقدار الايه؟ تمام؟ او يثبت العمليه اللي حصلت دي. يثبت قد ايه المصاريف وقد ايه المبلغ اللي اتضاف لحسابي وان الاوراق التجاريه ايه؟ اتخصمت. بعد كده في رقم 4 تبين ان هناك شيك بمبلغ 3000 لم يقدم للايه؟ للصرف حتى نهايه شهر مارس 2014. يبقى في شيك مين اللي حرره؟ ده الشركه اللي حررته لواحد ما راحش يصرفه. تمام؟ طيب ما تصرفوش، يبقى معنى كده انا عامل العمليه دي، انا عاملها. البنك ما يعملهاش، يبقى مفيش قيد يومية عندي. يبقى العمليه دي المفروض انها تتعمل عند مين؟ مين اللي يثبتها؟ انا ولا البنك؟ لا البنك. اللي انا كمنشاه، خلي بالك افتكر كويس، انت بتقيد العمليات من وجهه نظر المنشاه مش من وجهه نظر تمام البنك. ارفق البنك بكشف الحساب، ارفق البنك بكشف الحساب شيك رقم كذا 3844 مسحوب على احد العملاء والذي سبق ايداعه يوم 20/3 بمبلغ 1200 جنيه وذلك لعدم كفايه الايه؟ الرصيد. وذلك لعدم كفايه الايه؟ الرصيد اللي عندي. تاني بيقول لك ايه؟ ارفق البنك بكشف الحساب اشعار اضافه يفيد بان البنك قد قام بتحصيل كمبياله. ده البنك اضاف لحسابي مبلغ مقداره 1900 جنيه وذلك بعد خصم 100 جنيه مصاريف تحصيل. البنك اضاف ليا تمام، ولكن ايه ده الكلام ده يوم 5/3، ولكن المنشاه لم تسجل هذا الاشعار. يعني الاشعار ده ما وصلش للمنشاه، ما اتبعتلهاش او وصل لها وما سجلتهوش. يبقى العمليه دي ما اتثبتتش عند المنشاه. طالما ما اتثبتتش عند المنشاه، المحاسبه تاني بنقول ايه؟ تعتمد على الموضوعيه في الاثبات. يبقى لازم تثبتها. لازم تثبت ايه؟ لازم تثبت ان الضاف للبنك، الضاف لحسابها في البنك 1900 وانها اتحملت 100 جنيه مصاريف تحصيل. يبقى هنا هنقول ايه؟ ده البنك زاد عندي، حسابي في البنك زاد ب 1900 وتحملت 100 والاوراق التجاريه راحت. طب العمليه اللي وراها تبين ان هناك شيك بمبلغ تمام، شيك بمبلغ كام عندي؟ 3000 لم يقدم للصرف حتى نهايه شهر مارس. معنى كده ايه؟ معناها ان انت اصلا خلاص حررته للمورد، المورد ما راحش يصرف. طب هيعمل ايه؟ تمام، هيبتدي يقول طب خلاص طالما ان ما راحش يصرفه انا تمام، انا حررته فعلا، انا كمنشاه عملته، يبقى انا هعمله تاني؟ لا مش هعمله تاني. طب وبعدين؟ بعد كده يقول لك ايه؟ ارفق البنك بكشف الحساب اشعار، ارفق البنك بكشف الحساب تمام عملية بمبلغ ايه؟ مبلغ بالشيك رقم كذا وذلك لعدم كفاية الرصيد. شيك اترفض تمام لعدم كفاية الرصيد. يعني ايه؟ يعني شيك انا كنت عامل حسابي ان انا احصله، الشيك ده اترفض. اترفض يعني ايه؟ يعني العميل امتنع عن السداد او ما عندوش رصيد يغطي. طب انا العملية دي ده انا ما اعرفش ان هو اترفض، ده انا اتفاجئت ان هو اترفض، وبالتالي هعمل فيها ايه؟ هضطر ان انا تمام اعيدها مره ثانيه، اعمل قيد ليها، اثبتها من جديد، الغي، ارجع مديونيه العميل مره ثانيه، واخد الاجراءات القانونيه بقى سواء بروتست وارفع دعوه قضائيه واشوف الاجراءات اللي هيكون ليها من خلالها ايه بالظبط. اخر حاجه تمام البنك ايه؟ في عمليتين كمان. البنك عمل ايه كمان؟ ارفق مع كشف الحساب اشعار خصم بمصروف، خصم مصروفات مقدارها كام؟ مقدارها 200 جنيه، هيخصم مني مبلغ 200 جنيه مصروفات. يبقى انا دي انا ما اعرفهاش، هضطر ان انا اثبت العمليه دي تمام، لان انا البنك اللي عملها انا ما عملتهاش، يبقى هتثبت عندي وبقيد يوميه. كمان عمل ايه؟ تم اضافه 500 جنيه بطريق الخطا لحسابي، ضاف لي 500 جنيه مش بتاعتي، شيك غلط جالي اتحط عليا، بالتالي ايه؟ القيد ده طب هنعمل ايه؟ هيتخصم من البنك، هيخصمه من حسابي. طيب نشوف ازاي نعمل مذكره التسويه في السلايد اللي جاي. لو بصينا هنا لمذكره التسويه هتلاقي اول حاجه مذكره التسويه جزئين، جزء من وجهه نظر البنك وجزء من وجهه نظر المنشاه، هتلاقي متقسمه نصين، جزء على الشمال جزء على اليمين. اللي على الشمال رصيد البنك من واقع كشف الحساب، يبقى اللي على الشمال ده تمام هيبقى من واقع كشف الحساب. الحساب مين؟
حساب البنك، يعني من وجهة نظر مين؟ من وجهة نظر البنك. طب واللي على اليمين؟ رصيد حساب البنك بدفاتر المنشأة. يبقى اللي على اليمين هيكون من وجهة نظر مين؟ من وجهة نظر المنشأة. طب تمام، هتلاقي اللي عندك على الشمال عشان ما تتلخبطش معمول باللون الأزرق، عشان تبقى أنت عارف رصيد البنك المواقع ده من وجهة نظر البنك. طب أنا هنا عندي كام عملية؟ عندي 7 عمليات. هنبدأ عملية عملية ونروح تاني بالراحة وأشوف تتحط عند مين وأعملها إزاي. كان الرصيد أول عملية، كان الرصيد في 31/3 من واقع كشف الحساب 4500 جنيه، في حين كان الرصيد من واقع حساب البنك بدفاتر المنشأة 3900. دي خلاص الرصيد حطيناه ما فيهاش مشكلة. تمام. طب 2، قامت المنشأة بإيداع مبلغ 2400 جنيه بتاريخ 31/3 بعد مواعيد العمل. مين اللي أودعه؟ المنشأة أودعت، يعني المنشأة عارفة ولا مش عارفة؟ ده عارفة، ده هي اللي عملت الإيداع، يعني هي ضافته لحسابها، أكيد ضافته. المنشأة بتأيد العمليات اليومية، يثبت العمليات التي تحدث بالمنشأة أولا بأول، يبقى أكيد عملته، يبقى المنشأة عملته. طب مين اللي ما أظهروش في كشف الحساب؟ البنك. ليه؟ لأنه اتعمل آخر يوم في الشهر، وبالتالي ما لحقش يدخل ضمن الحساب الخاص بيه، تمام؟ الشهر، تمام؟ حساب المنشأة الخاص بكشف حساب الشهر ده. طب هيعمل ايه؟ البنك هيقول خلاص كده هضيفه، هيبتدي يقول لك ايه؟ هضيف عند البنك 2400 ايداع بتاريخ 31/3. طيب يبقى العمليه دي ما اتعملتش عند المنشاه. ليه؟ لان المنشاه خلاص هي اوريدي ضايفاها، هي اوريدي حاطه الايداع ده، الكلام ده عندها وعندها المستند فعملت الايداع، لكن البنك عشان ما يظهر تاني يوم وبالتالي ما ظهرش ليه الايداع. العمليه اللي وراها، أرفق البنك بكشف الحساب إشعار إضافة يفيد بأن البنك قام بتحصيل كمبيالة وتم إضافة، تمام، صافي قيمتها البالغ كام؟ 1900. ده البنك حصل لي كمبيالة والإشعار ما وصليش، يبقى البنك عارف ولا مش عارف؟ أه البنك عارف وحصلها، ده هو اللي محصلها من 5/3، بس أنا الإشعار ما وصليش، يبقى مين اللي يثبتها؟ أنا مين؟ أنا المنشأة. أضيفها على حسابي، هضيف كام؟ يا ترى هضيف ال 2000 ولا اضيف ال 1900 ولا اضيف ال 100؟ ده هو قال لك ايه؟ انفق البنك بكشف الحساب اشعار اضافه يفيد بان البنك قام بتحصيل كمبياله في 5/3 وتم اضافه صافي قيمتها، اهو بيقول لك اهو صافي قيمتها اللي هي كام؟ 1900. يبقى انا هضيف لحسابي 1900. طب وال 100 جنيه مش هتثبتها؟ هتثبتها في قيد اليوميه، هتقول بقى ان انا هنا في قيد اليوميه مين مذكورين؟ حساب البنك 1900 و100 مصاريف الى حساب اوراق قبض برسم التحصيل. لكن انا بتكلم على مذكره تسويه البنك، هضيف لحساب البنك ال 2000؟ لا ما ينفعش، اضيف ال 1900 بس الصافي اللي دخل لي. طب كويس. وبعدين بعد كده تبين ان الشيك رقم 2554 بمبلغ 3000 لم يقدم للصرف فين؟ حتى نهايه شهر مارس. شيك انا محرره، تمام، ما تقدمش للصرف. طب انا كشركه حررته لمورد، خصمته من حسابي ولا لا؟ اه انا بسدد اللي عليا، وبالتالي قلت من حساب الموردين الى البنك او من الدائنين الى البنك، تمام. طيب هو البنك ما يعرفش، ما تقدمش. طب البنك هيقول ايه؟ عشان نقرب الحساب، اه ده المفروض هيتخصم من حساب المنشأ، لما هيجي هيتخصم، يبقى عشان اعمل مذكره تسويه هخصمه من حساب الايه، تمام، كشف الحساب بتاع البنك. هو مين اللي هيعمل مذكره التسويه؟ البنك ولا انا؟ انا مين؟ انا الشركه اللي هعمل مذكره التسويه. انا عايز اطابق، اتاكد ان الاثنين زي بعض عشان اطمن ان مفيش انحراف، مفيش اي حاجه غلط، مفيش عمليات عدت، وبالتالي عايز اطابق، فاقول اه خلاص ده الكلام ده هيتخصم من حسابي في البنك، فاطرحه من كشف حساب البنك. طيب وبعدين ارفق البنك بكشف الحساب شيك المسحوب على احد عملائه السابق بايداعه يوم 20/3 بمبلغ 1200 وذلك لعدم كفايه الرصيد. شيك اترفض، اترفض، ده هو اترفض، انا ما اعرفش كمنشاه انه اترفض. يا ربنا، ده انا كنت عامل حسابي ان انا هحصل الكلام ده، كنت عامل حسابي ان المبلغ ده هيتضاف لحسابي. طب معنى كده ايه؟ معنى كده ان تاني المبلغ ده كنت ضفته خلاص؟ لا ما اتضافش، ده العميل ما عندوش رصيد، ده معناها ان المديونيه بتاعت العميل رجعت تاني. يبقى انا معنى كده ان حسابي في البنك ده لازم ينقص، ده انا كنت عامل حسابي ان انا حصلت وقلت من البنك للعملاء، لما يجي يقول لي ان اترفض يبقى رجع تاني مديونيه العميل، اقول من العملاء الى البنك، لان خلاص ما عادش ده رصيدي، ما اشيل الايه الزياده اللي كنت حاططها. وبعدين
ارفق البنك بكشف الحساب اشعار بخصم مصروفات 200 جنيه. بنك ارفق خصم مصروفات 200 جنيه. مصروفات ماشي، مصروف ما دي هقول مصروف للبنك يبقى يتخصم، اخصمه عندي لان انا ما اعرفش، اخصمه من حسابي انا كمنشأة، اخصمه في ناحية حساب المنشأة ب 200 جنيه. وبعدين تم اضافة مبلغ 500 جنيه بطريق الخطأ لحساب المنشأة، اضافت ليا 500 مش بتاعتي، طب اعمل ايه فيها؟ اشيلها اخصمها من هنا ايه؟ ده يقول لي تم اضافة مبلغ 500 جنيه بطريق الخطأ لحساب قيمة شيك لا يخص تمام المنشأة. طب هو الشيك اللي جه هنا دلوقتي اللي لا يخص المنشأة بمبلغ كام عندي؟ بمبلغ 500 حطيناه، يبقى ادي عندي تسوي العمليات كلها تمام، هتلاقي ان الرصيد مذكرة تسوية البنك عندي ايه؟ متطابق. تعالى مع بعض نبتدي نشوف كده مذكرة التسوية، وهي جنبين، جانب اليمين من وجهة نظر المنشأة والجانب الشمال من وجهة نظر كشف الحساب. خلي بالنا ان مذكرة التسوية بتتم تمام عندي كمنشأة، بتأكد ان انا عايز اطابق رصيدتي واتأكد ان كله تمام، ان احنا متفقين، وبالتالي بعدل في الاتنين اللي عندي. طيب اول حاجة بالنسبة لي تمام، رصيد البنك من واقع كشف الحساب، البنك بيقول لي ان انا رصيدي 4.5، في نفس الوقت الحساب البنك تمام في دفاتر 3900. هبتدي العملية التانية، قام المنشأة بإيداع مبلغ 2400 بعد مواعيد العمل، المنشأة أودعتها بس البنك ما ضافهاش لحساب. طب نعمل إيه في الحالة دي؟ تتضاف لحساب لكشف الحساب، لأن أنا كمنشأة أثبتها وبالتالي مش هعمل قيد يومية، اللي يثبتها عنده كشف الحساب يبتدي يعدلها. العملية اللي وراها إشعار إضافة يفيد بأن البنك قام بتحصيل كمية لو تم إضافة صافي قيمتها المبلغ 1900 وذلك بعد خصم 100 جنيه كمصاريف تحصيل. أنا في الحالة دي بعمل إيه؟ بقول والله أنا عندي كمبيالة اتحصلت تمام؟ إشعار ما وصلهاش، المنشأة ما وصلهاش الإشعار وبالتالي ما ثبتتهاش، تعمل إيه؟ تضيفها. قال لي إيه؟ تضيف صافي قيمتها، يبقى المنشأة هتضيف صافي قيمتها، هتضيف لحسابها كام؟ 1900. طب لما تعمل القيد هتعمله ب 1900 بس؟ لا، ده هو الورقه كانت ب 2000، هو اخد 100 مصروفات وضاف لي 1900، يبقى لازم القيد هيكون ايه؟ من مذكورين البنك ب 1900 و100 مصروفات الى حساب اوراق قبض برسم التحصيل. طيب العمليه اللي وراها شيك رقم 2554 بمبلغ 3000 لم يقدم للصرف. الشيك اللي لم يقدم للصرف تمام معناها ايه؟ معناها المورد خده مني على انه هيصرفه، هو ما صرفهوش من البنك، لكن انا ايدته عندي كمنشأة، يبقى لازم يتقيد عند البنك، يبقى يتقيد في كشف حساب البنك، يبقى يتخصم من حساب البنك ال 3000. شيك مسحوب على احد العملاء تمام بمبلغ 1200 اترفض لعدم كفاية الرصيد، اترفض، يبقى معناها ايه؟ عميل كنت عملت حسابي ان انا هحصل، كنت عملت قيد من البنك الى العملاء على ان خلاص العميل سدد لي اللي عليه، اتفاجئت ان الشيك ده اترفض، معنى كده ايه؟ معناها ان رصيدي في البنك تمام ما زادش، رصيدي في البنك زي ما هو ما اضافلوش حاجه. طب اعمل ايه؟ انا كنت ضايف 1200 لحسابي في البنك، انا اصهم، يبقى اخلي البنك دايم، يبقى اخصمه من حسابي، وبالتالي اقول ايه؟ من هنا عندي من حساب العملاء الى حساب البنك بال 1200 اخصمه من حساب المنشأة. طيب كويس، أرفق البنك مع كشف الحساب تمام إشعار يتضمن مصروفات كشف حساب، مصروفات عليا مقدارها كام المصروفات؟ جنيه دي مصروفات عليا مقدارها 200 جنيه، مصروفات مدينة هخصمها من حسابي أنا معرفهاش وبالتالي هأيدها. كمان اتخصم مني شيك بطريق الخطأ بمبلغ 500 جنيه تمام، الشيك ده مش تبعي، المفروض ما يتخصمش مني، يتخصم من شركة تانية. طب البنك خصم، أعمل إيه فيه؟ يتضاف على طول على البنك، يضيفه على حسابي، اروح اضيفه تاني على حسابي تمام. يبقى كده يبقى انا هلاقي ان اجمالي الارصده اللي موجوده في الاثنين 4400، كده الاثنين متطابقين تمام، ما فيهاش مشكله. هنشوف قيود اليوميه في السلايد اللي جايه. طبعا هترجع للعملية إثبات تحصيل الكمبيالة اللي هي خاصة بالعملية رقم 3، وبالتالي قلناها من مسؤولين حساب البنك ومصروفات تحصيل إلى حساب أوراق قبض برسم التحصيل تمام.
العملية رقم 5 رفض الشيك، قلنا بنرجع مديونية العميل مرة تانية، وبالتالي بقول من حساب العملاء إلى حساب البنك لأن كنت عامل حسابي إن اتضاف المبلغ برجع أخصمه. تمام. العملية رقم 6 من المصروفات الاعتماد، وبالتالي أو مصروفات وعمولات، وبالتالي هقول من حساب مصروفات البنك إلى البنك الثلاث قيود اللي هم خاصين بجانب عمليات المنشأة، قيود يومية للعمليات اللي بتثبت عند المنشأة. تمام كده، المفروض النقطة دي تكون إن شاء الله واضحة بالنسبة لحضراتكم. هتكمل مع بعض، وخاص بالتسوية الخاصة بأوراق تمام المالية، وبنصرف تاني. بنقول بنكمل مع بعض جرد العنصر التاني من عناصر اصول المتداوله اللي هو جرد وتسويه الاستثمارات في الاوراق الماليه. بنفرق عندي الاوراق الماليه ثلاث حالات: اوراق ماليه بغرض المتاجره، يعني بجيبها عشان ابيعها واكسب فيها تمام، بس اثناء وجودها لو حصل توزيعات ارباح استفيد منها. اوراق ماليه بحتفظ بيها حتى تاريخ الاستحقاق زي السندات تمام، وهشوفها بالتفصيل. اوراق ماليه متاحه للبيع. طيب تعال نسال الاول، هو ايه الاوراق الماليه اللي عندي؟ السهم. وايه هو السند؟ السهم جزء من ملكية رأس المال يقسم إلى أسهم متساوية القيمة الإسمية، كل جزء يسمى سهم، يعني أنت هتساهم بقد إيه في رأس المال. السند هو جزء من قرض صك قابل للتداول، هو عبارة عن قرض، القرض ده قد يكون قصير الأجل أو قد يكون طويل الأجل أو تبع عن إيه تمام؟ منشأة. بموجبه المنشأة تمام لو هي تمتلك السندات، لو هي حامل للسند هتحصل على فايدة، لو هي مقترضة هتدفع إيه؟ فوائد. اوراق ماليه بغرض المتاجره، انا عندي اول حاجه اشتريها، وبالتالي هيقول بشتري اصل، اصل يزيد من حساب استثمارات الى حساب استثمارات في الاوراق الماليه بغرض المتاجره الى حساب الخزينه. لما يستلم توزيعات الخزنه عنده هتزيد تمام، هيقول من الخزينه الى ايرادات الاستثمارات ارباح، سواء ارباح اسهم او عوائد سنويه. المرحله الثالثه البيع تمام، هنشوف البيع ممكن يبيع بربح او ممكن يبيع بايه؟ بخساره. لما يجي هيبيع هنبتدي نقول والله لو هو تمن البيع، عندي حالتين للبيع، لو تمن البيع اكبر من تكلفه الشراء اللي هو الناحيه الخضراء هناك ارباح، انا ببيع اكتر من اشتري يبقى في ارباح. طب مبدئيا هبيع الخزنه هيحصل لها ايه؟ هتزيد تبقى مدينه، والارباح دي دينه. طب والاستثمارات ده انا هبيعها يبقى هتقل من عندي هتبقى دينه، يبقى هقول القيد ايه؟ من حساب الخزينه. تاني يا اولاد، لازم العمليه المحاسبيه اللي قدامك تشوف اطرافها كويس ايه؟ ايه الحسابات المتعامله فيها؟ انت بتبيع يبقى خزنه بتزيد، اصل ببيع ايه؟ ببيع استثمارات في اوراق ماليه بغرض المتاجره، يبقى اصل هيقل، في نفس الوقت الفرق اللي بينهم هو مقدار الربح، وبالتالي هقول من حساب الخزينه الى مذكورين استثمارات في اوراق ماليه بغرض المتاجره وارباح. طب لو العكس، لو انا بعت باقل من ثمن الشراء، ظروف معينه خلتني احتاج فلوس اضطر ابيعها بسعر اقل من اللي انا اشتريته بيه، طب معناها ايه؟ برضو خزنه هتزيد واستثمارات هتقل، بس الفرق هنا اللي انا هقبضه اقل من اللي انا دفعته، هيبقى هيظهر عندي فرق مقداره ايه؟ خسائر بيع استثمارات في اوراق ماليه. تمام، يبقى هقول هنا في الحاله دي من مذكورين. تمام، من مذكورين حساب الخزينه وحساب خسائر بيع استثمارات الى حساب استثمارات في اوراق ايه؟ طيب تعالى معايا كده، انت عندك احتمالين موجودين. الاحتمال الاول ان انت بتحتفظ بالاوراق الماليه وجت نهايه السنه الماليه. طب جت نهايه السنه الماليه وانا لسه ما بعتش، طب اعمل ايه في الحاله دي؟ تمام، ببتدي اقول والله طالما ان جت نهايه السنه الماليه وانا لسه ما بعتش، طيب اشوف سعر السوق والقيمه الاسميه. لو سعر السوق اعلى من القيمه الاسميه، يعني انا جايب اوراق ماليه ب 20 مثلا وسعر السوق بقى 22 زادت، طب ده ربح؟ اه ربح. طب انت بعت؟ لا ما بعتش. يعني ربح حقيقي؟ لا مش حقيقي، يبقى اسمه ايه؟ ارباح غير محققه. طب الربح طبيعته دايم، يبقى اقول ايه؟ من حساب مخصص تقييم استثمارات بغرض البيع الى حساب ارباح وخسائر. طب ليه بتقول مخصص؟ ليه بتقول من مخصص؟ اصل المخصص ده انا كنت مكونه لاحتماليه يحصل هبوط في الاسعار، فنتيجه ان في ربح فبخفض المخصص،
فخليه مدين، فاقول من حساب المخصص الى حساب ارباح غير محققه وخسائر غير محققه. طب لو العكس، انا جايب الاوراق الماليه ب 20 في يوم 30/12 او 31/12 اللي هي نهايه السنه الماليه، تمام، لقيتهم 19، معنى كده ان هناك نقص، خساره اخسر. طب دي حقيقيه؟ لا، لان انت لسه ما بعتهاش، اسمها ارباح وخسائر غير محققه. بس خساره ولا ربح؟ خساره. طبيعتها ايه؟ مدينه. يبقى اقول من حساب ارباح وخسائر غير محققه الى حساب مخصص تقييم ايه؟ استثمارات. وفي نهايه السنه اقفل الارباح والخسائر في قائمه الايه؟ الدخل. ابنائي الطلاب، بعد نهايه المحاضره رجاء ان انت تبدا بحل التمارين مره اخرى، تمام، تحلها بتركيز وبتحاول تحلها بايدك، وتحاول تحلها مره واثنين وثلاثه، وتركز على الفهم، فهم العلاقات كويس، فهم امتى بقول ربح، امتى بقول خساره، امتى اثبت، تمام، عشان اقدر اجيب درجات صح. المحاسبه تعتمد بقدر اساسي على ان انت تحل، مش ان انا اسمع، انا حل، هسمع المحاضره وهركز وامسك الكتاب واحل، وبالتالي هقدر في النهايه الاقي نفسي ان انا فعلا استوعبت المحاضره. كل التوفيق ليكم، شكرا، والقاكم على خير ان شاء الله الاسبوع القادم. حفظكم الله وحفظ الله مصر، ورعاكم بخير إن شاء الله.